اليوم كما شفتوا في التيتر غادي نديرو اون فيديو على لونترو على لونتالبي ليبر ديال طاجي اللي غادي يكون اكزرسيس مقسم على دو بارتي باسكو غادي يجي طويل. بون هنايا القوانين اللي غادي نسحقوهم باش نبداو بهم، خاص نعرفوهم قبل ما نبداو التمرين تاعنا نسو المعادلة. عندنا الواد حس، الواد حس واش هي؟ الواد حس يشترط فيها، الواد طارت فيها التمبيراتور تكون عندنا 25 سيلسيوس ولا 298 او كلفن كلفن. عندها زوج قوانين، هي هادي لونتالبي ستاندار دو لا رياكسيون ا لا تمبيراتور 298. بهاد القراءه نفهمو بلي غادي نخدمو بالواد حس. شو تقول؟ تقول la somme des enthalpies standards de formation des produits moins la somme des enthalpies standards de formation des réactifs. هنا les produits معناتها النواتج وهنا المتفاعلات. تما في تمرين غادي يقول لك حسب لي لونطالبي ستاندار دو لا رياكسيون، لازم يعطيك اون رياكسيون اللي هي معادله، معادله اكيد فيها نواتج وفيها متفاعلات. شا دير؟ ويعطيك في التمرين اونطالبي ليبا دو فورماسيون تاع التشكل تاع هاد النواتج، دير تاع النواتج مجموع تاع النواتج ناقص مجموع تاع متفاعلات، وكل واحد نضربوه في المعامل ستوكيومتري تاعه. دوك نفهمو معامل ستوكيومتري بالتطبيق. وكي تكون عندنا شوفوا في المعطيات تحل البوت الدوده ولا دا، كي تلقى فورماسيون ديال النواتج ناقص متفاعلات، كي تلقى هادي كومبوسيون، كي تلقى كومبوسيون اللي هي الاحتراق، كي تلقى كومبوسيون دير لي رياكتيف ناقص لي برودوي، دير العكس تاع الاول. هذا ما كان رانا عند نفس درجه الحراره نخدموا بالواط حس، باسكو عندنا لا لوات كيرشوف غادي نديروها في لا فيديو بروشان. عندنا دلتا تقعد لا ميم، نديرو نقلبو غير نديرو رياكتيف موا لي برودوي. بون عندنا حاجه لازم نستنتجوها، قادر ما يسقسيكش عليها وما يعطيكش سؤال عليها، ولكن تكون في التنقيط تاع ليكزام ولا التيست ولا شي با. كي تحسب لونطالبي تاعك طاحت لك كبيره على الزيرو، تزيد لهم نتيجه باللي هاد لا رياكسيون لي اندوثيرميك حسبتها وطاحت لك اصغر من الصفر، تقول لهم باللي لا رياكسيون الي اكزوثيرميك. سي بون، مش حاجه كبيره. وخاصنا نعرفوا بيان سور التسميات، قادر يعطيهم لنا على شكل رموز، قادر يعطيهم لنا على شكل كتبه، وكاين اللي تخلطوا. كي يقول لك اونطالبي ستاندار سي دلتا اش، اونطالبي ليبر دلتا جي، انتروبي دلتا اس، اي انرجي انتر ستاندار سي دلتا او. نعرفوها. بون نبداو نحلو التمرين تاعنا، هادي غادي نخلوها حدانا. عندنا معادله عطاونا في التمرين معادله، قال لك سي بلس سي او 2 ايغال عطاتنا 2 سي او، قالوا لنا حسبوا لونطالبي ليبر دو لا رياكسيون. دونك دلتا جي، دلتا جي نروحو نكتبو القانون تاعها. هاد الورقه خلوها حدانا، بسم الله. Calculer l'enthalpie libre de la réaction à la température 298 Kelvin. وقادر ما يقولكش على طبيعة température 298 Kelvin، يقول لك dans les conditions standard، معناتها 298 ما تخلع ما والو. بون قانون تاعها واش يقول؟ قوانين كتبوهم بالاحمر. عندنا دلتا جي دو لا دلتا لونطالبي ليبر ستاندار دو لا رياكسيون ا لا تمبيراتور 298 ايغال لونطالبي standard de la réaction à la température 290. هنا راني ندير على حسب درجه الحراره اللي عطاوني، يكون عندي درجه حراره واحده اخرى ندير هذيك درجه الحراره. واش هو الشرط؟ لازم تكون بالكلفن.
ناقص تي تي هذه نعوضها ب 298 في لونتروبي standard de la réaction à la température 298. هذا القانون تاعنا اللي لازم نعرفوه. ثم هذا القانون راه يتضمن شحال من حاجة. الحاجة الوحيدة اللي باينة هي هذه، غادي نعوضوها عدديا. عندنا هذه لازم نحسبوها وهذه لازم نحسبوها. دونك لازم نحسبوهم عند هذيك درجه الحراره. تما هنايا انديريكتومون راه يقول لك حسب لي لونطالبي ولونتروبي ولونطالبي ليبر. تما بلا هادو ما تقدش تفوت لهادي. نحن نحسبوهم ما نكثروش الهضره. عندنا لونطالبي شي قلنا في التمرين هنايا، في هذا التمرين انا ماشي نحاول نفهمو فريمون، تما نحاول نفهمو الدرس. في التمرين هنايا عطاونا في المطايط عطاونا لي زونطالبي ليبر دو فورماسيون، دونك نستخدمو نستخدمو القانون الاول تاعنا ونديرو لي برودوي موان لي رياكتيف ماشي العكس. عندنا لونطالبي ستاندار دو لا رياكسيون على طوبيراتور 298 ايغال. نروحو عند عندنا المعادله نعاودو نكتبوها حدانا. عندنا سي بلس سي او 2 بارتنا 2 سي او. طاتنا دو سي او تسمى عندنا نديرو تاع هادي معامل ستوكيومتري. دروك تبدا الخدمة تاعها، ندير اثنين في دلتا اش دو فورماسيون تاع سي او موان تاع القانون. حلو قوس باسكو هنا راه عندنا زوج، نجي نديرو مجموع تاعهم، نديرو لونطالبي دو فورماسيون تاع سي بلس دونك هادو راه عندهم معامل ستوكيومتري واحد، سي بورصو ما ضربناهم في حتى حاجه. انا داتا اش دو فورماسيون تاع سي او 2. هذا عوضنا قانون، نعوضو عدديا. عدديا ما غاديش يهمنا ليسونسييل، ليسونسييل نحاولو حنايا نفهمو النتيجه. بون هنايا في هاد لوكا تاعنا لقيناها، حاولوا نفهموا كيفاش رانا نجيبوا الحسابات وكيفاش نطبقوا القوانين تاعنا. حاجه قبل ما نكملوا نقول حاجه. عندنا لي كور سامبل عندهم لونطالبي عدرنا على الكتابه ستاندار دو فورماسيون نول، معناتها ليغال ا زيرو. كيما هنايا هاد السي لونطالبي تاعه تروح للزيرو باسكو سي تان كور سامبل. كون نقولو قالولنا او قالولنا جو سي با اش دو، هاد الصوالح الصغار ماشي كيما سي او دو، راه نصوصي هاد الصوالح الصغار. ولا كيما هنا في التمرين تاعنا راهم عاطينا بلي لونطالبي ستاندار دو فورماسيون ليغال ا زيرو. كيما تلقاهاش في التمرين ما يعطوهالكش في التمرين، ما تخلعوش، معناتها اليغال زيرو هذا ما كان. ايوا نتوما تخصو تريماركو بلي هذاك اللي ما عطاوش لونطالبي تاعه تشوفوه غادي تلقوه ان كور سامبل، تما سي لوجيك ما عطاوهالكش باسكو اليغال زيرو. سي بون بصح لازم نعاودو في القانون، نعاودو بطريقه صحيحه، ماشي نقول بلي اليغال زيرو ما نكتبش اي 025. باي باي، حنا نحوسو نلقطو في لي نوت ليسونسييل. هذه معلومه قلتها في واحد الفيديو نورمالمون. ليسونسي هنايا حسبنا لقيناها 172. كيش نقولو لهم نزيدو لهم حنايا نبينو لهم بلي رانا فاهمين، نقولو لهم بلي هاد لا رياكسيون الي اوندوتيرميك، ديت عليها النوت. اوكي ما ديتش، ماني خاسر والو، ليسونسي ما خسرتش، حوسو ما نخسروش. ابري شنو نحسبو لونتروبي سهله مهله. لونتروبي ندو نفس القانون تاع لونطالبي، ما نخلعو ما والو، نفس القانون تاع لونطالبي. رانا في الوات حس، الوات حس شو قلنا؟ الوات حس حس ولا هس قلنا تشتارط عند 25 سلسيوس ولا 298 كلفن. حنايا شرانا نحوسو عند 298 كلفن، دونك نستعملو نفس القانون اللي عندنا في
لونطالبي. حنا ياش استعملنا؟ استعملنا الاول، غادي نروح ندير له كوبي كولي شاولا الاش تولي اس. الاولى هنايا حسبنا لونطالبي، غادي نديرو واحد. هنايا غادي نحسبو لونتروبي. هاد القانون راه حيطنا نكتب خاصني دلتا اس، غادي نعوضو الاش اش بالاس. هذا ما كان فيه، هذا الاول اللي رانا فيه. ثم دو لا رياكسيون عاود لا سون دي زونتروبي ان لا سون دي زونتروبي دي برودوي فلي زونتروبي. شاولا ما كانش فورماسيون او كومبوزيون، تلقوها هكا انتروبي وصاي، جو ما تقراوش تحوسوا تلقوا اف ولا اس. ليسونسيال انتروبي تبع لونطالبي، كي ما تحسبوا لونطالبي تحسبوا لونتروبي. هذه هي. من بعد كاين لا سوم دي دلتا اس ستاندار دي رياكتيف. ها رانا جبدنا القانون تاعنا من القانون الاخر تاع لونطالبي. ايا نحن نعاودوا على حسب المعادله تاعنا، نفس الشيء كيما الاخر، نفس الشيء، حاجه ما تبدل، بدلو غير التعويضات اللي ما غاديش نديرهم باسكو ما غاديش نحوسوا على الحسابات، نحوسوا باش نفهم. عندنا هنايا لي رياكتيف بلوتو لي برودوي ش هما. عندنا هذه تسمى 2 دلتا اس تاع اش تاع سي او موان تاع القانون، حلو باش ما نغلطوش الحسابات. لونتالبي لونتروبي بلوتو تاع سي بلس لونتروبي تاع سي او 2. نبغوا نشرو الناقص نشروها، ليسونسيال هادي امور تاع حسابات. هنايا ثاني نلقوهم هادو، نلقوهم في المعطيات، ما عندكش مين تجيبهم يعطيهم لك في المعطيات باش تحسب هادي. سي فاسيل، اسهل من كده ما فيش. ليسونسيال نحسبو، حسبنا هنايا شحال لقينا، لقينا جول على المول فور كلفن. هنايا الوحده تاع التاليه عندها علاقه بالوحده تاع هادو، هادو عطاوهم لك بالجول على المول في الكلفن، ديرها جول على المول في الكلفن، طالك بالكيلو جول ديرها بالكيلو جول. كيما هنايا علاش جاتنا بالكيلو جول؟ باسكو في التمرين عطاونا لي زونطالبي دو فورماسيون بالكيلو جول على المول. نبغي نضربها، نبغي نضربها في 10 اس 3 ونحولها ونكتب لهم صح نكتروش هضر. هادي في 10 اس 3 جول على المول صاي. هايو دروك لقيناهم كلشي واجدين. حنايا هادي علاش لازم نحولوها؟ لازم تكون بالجول باسكو هادي الوحده تاعها نلقوها بالجول على نلقوها بالجول على المول. نروحو نعاودو صاي. لقينا هادي، لقينا لي زانغريديون تاعنا، لقينا هادي، لقينا هادي، هادي هادي مجرد تعويض بدرجه الحراره. نبقوا هادي دونك عندنا دلتا جي دو لا رياكسيون 222 هي لونتالبي. دونك هادي في 10 اس 3 ناقص 298 اللي هي طومبيراتور في سي بو انا كاين فاصل 5. واذا هادي اذا بغينا نلقو لونطالبي ليبر بالجول بالكيلو جول، هادي نضربوها في 10 اس ناقص 3 وصاي. ليسونسيال لازم يكون كاين توازن ما بين الوحدات باسكو هما هما اكثر حاجه اللي نضيعوا فيها لي نوت. ليسونسي خاص نركز كيما هادي نقولوا ماناش دايرين هادي، نقولوا ماناش دايرين هادي. تسمى هادي راها عندنا بالكيلو جول على المول، هادي هادي باش الوحده تاعها كلفن، وهادي راها بالجول على المول فوق كلفن. كلفن مع كلفن غادي يروح، تبقى والمول مع المول هادي تقعد نفس الوحده. شو ولا كيلو جول مع الجول، نديسيدي انا يا هادي نردها كيلو جول يا هادي نردها جول. اسونسيال هنا ايش لقينا؟
ابخي ما درنا الحساب، درنا التعويض وحسبنا، لقينا هاد النتيجه. التمرين دوك نحطه لكم، اللي بغى يحله ويلقى هاد يشوف اذا خرجوا لهاد النتائج دوك نحط لكم التمرين. لقينا عندنا هاد النتيجه. نستنتجوا حاجه كما استنتجنا هنايا، غادي نزيدو نكتبوها هنايا. بون كتبتها بالخف باش ما نضيعوش الوقت. هنا لقيناها اكبر من الصفر. ندو في راسنا تاني معلومه واحده اخرى اللي لازم نزيدوها. في اغلب الاحيان ما يسقسوكش عليها ويعدوا عليها. كي تلقاها كبيره على الزيرو تقول لهم بلي لا رياكسيون اي نون سبونطاني اي نون رياليزابل. هذا ما كان كيما اندوثيرميك اكزوثيرميك، شاولا لازم ما تخلطوش في الاش، في الاش اندوثيرميك اكزوثيرميك، في الجي سبونطاني نون سبونطاني. لا ما تفكرتوش رياليزابل ولا سبونطاني وما تفكروا وحده. واذا لقيناها صغيره على الزيرو العكس تاع هادي، لا رياكسيون اي سبونطاني الي رياليزابل. اذا لقيناها تساوي صفر نقول لهم بلي لا رياكسيون الي اكيليبري. شبغيت نقول ليسونسييل هادي هي البارتي الاولى اللي درناها باش ما تكونش بزاف طويله. درنا خدمنا هنايا بالوات حس. غادي الوات حس قلنا تشترط درجه حراره 298. كي يقول لك درجه حراره 298 عارف غادي تخدم بهذا القانون. كاين قانون حدا اخر اللي يتمثل في الوات كيخشوف كي تكون درجه نيمبورت كال درجه حراره ما عدا 298 كلفن. اذا كانت 298 نخدموا بهذا، ما عدا هذه الدرجه نستخدموا الوات كيخشوف اللي غادي نديروها في لابارتي الجايه ان شاء الله. اي على بروشين.